نعم يا شيخ، أطرح السؤال يا شيخ. تفضل. السؤال يا شيخ، كما قلت لك يا شيخ، نحن شباب قبلنا بجرحكم للشيخ عبد الرحمن العدني والشيخ يحيى الشيخ عبد الرحمن العدني والشيخ عبيد، وعملنا بقواعد والأصول. فقام بعض الشباب وسرب علينا، مما أدى إلى الهجر والتباعد يا شيخ. ويقولون بأن العلماء ردوا هذا الجرح ولم يقبلوه، وأن يجب علينا أن نتبع العلماء ونصائح العلماء. قلنا نحن آخذين بجرح الشيخ يحيى الحجوري طبقا لقواعد الأصول. هناك من قال لنا بأنكم متعصبون، وهناك من رمانا بعدم اتباع العلماء، فماذا نفعل يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، والله حقيقة كانت الفتنة أهون منها، تضخمها بعض الناس، الشأن كل هؤلاء من الدار، من طلابنا ومن عندنا، رأينا منهم ما نرى أنه يجد مثيرا من مخالفة ما سارت عليه الدعوة من أول إلى آخر، فأنكرنا، فلما أنكرنا كانوا قد كتلوا وجمعوا وجهزوا للثورة. وفعلا أنا كنت في دروسي ومع إخواني وأنا في غفلة عما يصنعون، وإذا بهم يعدون على بعض الخطباء وبعض الدعاة ويعملوا لهم شبهات وضيعوهم وأبعدوهم عنا، وكان الذي يقرب منا مجرد القرب من الكرسي ربما صارت تهمة عليه، وإذا خطب يعني تهمة عليه وطعن فيه ماذا يقرب، هذا مرائي، هذا يعني تخطيط لإبعاد الناس عنا وعن الدعوة وعن هذا الدار وتجميع الناس ولفلفتهم وهالة كبيرة يعني حزبية ماكرة. فلما رأينا ذلك أنكرنا وبينا بملازم وبأشرطة بما نعتقده أنه إن شاء الله فيه النفع والصواب، وأكثر من شريط وأكثر من مجزمة نذكر فيها حزبية هؤلاء القوم بقواعد السلف وبما رأيناه أيضا بأعيننا ولمسناه بأيدينا. وكان ينبغي لمن لم يكن عايش القضية أن يأخذ عنا، ولكن الحقيقة القوم عندهم جندوا لهم من يذهب هنا ويذهب هنا ويجالس هذا ويجالس هذا، وأيضا يعني جندوا لهم يعني ماذا أصحاب ألسنة، فشغلوا الناس وذهبوا هنا وهنا وهنا وضخموا المسألة، وتعصب لهم من تعصب، وأيضا تخاذل عن العمل ببعض القواعد في هذه المسائل الصحيحة التي بيناها للناس، بعض من لم ينفذها في هذه المسألة. فكان القول بأنهم ليسوا بحزبيين قول بلا علم، الذين يقولون أن هؤلاء ليسوا بحزبيين والله قول منهم بغير بصيرة عايشوها، وأرى والله أعلم لو أن واحدا منكم أو من غيركم عايش ما عايشنا ما تردد ساعة واحدة في الحكم عليهم بالحزبية، من فصل الطلاب والهجوم على المساجد، وكذلك أيضا من معنا ومن علينا، ولا وبراء ضيق، إداء للسلفية، بغض يعني ماذا بغض لنا ولما ندعو إليه، تحريش بيننا وبين أهل العلم وبين إخواننا أهل السنة، محاولة الصد عن سبيل الله وعن هذا الخير الذي تربوا فيه، إضافة أيضا إلى ما صنعوه من الشق في الدعوة وتضييع الناس، تضييع الشباب الذين ربتهم الدعوة وتعبت عليهم، تغرير ببعض الجهال وبعض صغار السن، هذا وذاك مما لم نذكره كثير جدا، لا يستوي يعني الوقت لا يتسع لذكره، جعلنا نجزم بأنهم حزبيون، وليس عندنا 1% تردد في حزبيتهم. فننصح من يسمع هذا الكلام بأن يأخذ بقواعد السلف من علم حجة على من لم يعلم، وأننا والله ما بينا هذا البيان عنهم بهوى، وهم طلابنا، وأنت لو رأيت الطبقات ربما لو وجدت كثيرا منهم ترجم عندي في الطبقات حقيقي. نعم.